شاعر وكاتب كلمات. خلونا نرحبه بالسيد عبد الهادي بوكورة. مساء الخير لطيفة. عبد الهادي برك، انا حابه نقدم ندير يلو كان نبذه صغيره على الاختصاص اللي هو مختص فيه عبد الهادي بوكورة، اللي هو الفن تاع الموشحات الاندلس كيما حنا نعرفوه هنايا في الـ في الـ في, الـ في الجزائر، سبيسيالمون الصنعه كيما رانا هنا في الوسط. عبد الهادي، كنت تخمم بلي حتكون عندك اون كارير تاع فنان تاع ولا جات تي برك كيما حنا نقولوها كونكور دو سيركونستانس؟ في الحقيقة ما عمرها ولا جات في بالي، لأن البداية تاعي كانت في الرياضة. أنا بديت نمارس كرة القدم، كنت سينيور تاعي، يعني كنت عندي ليسونس دو فوت، كنت مسيني مع فرق في كرة القدم، كنت مولوع من صغري مولوع بالكرة. ولكن اون باراليل كانت عندي هاد لو دون تاع خاصة الميزان الإيقاع، كنت وين نروح نطبل فوق طابلة فوق كرسي، المهم وين كاين ساغيزون. في الحقيقة أنا سبب مجيئي للفن كاين كما يقولوا ثلاثة من الناس. كاين رجل خالتي اللي هو مصطفى قصدعلي، الله يرحمه الله يرحمه لوغون مصطفى قصدعلي. كنت نضيف بزاف عند خالتي وأنا صغير، بحاتيك مشاق باكونس نطلع لوساندي، كان يسكنوا في لوساندي، طلع نضيف عندهم قصد عليه فاميليا كل يلعبوا الالام، ديدي مصطفى الله يرحمه، الوليد حكيم، الوليد فريد، عبد القادر مصطفى، كل يلعبوا الالام. دونك ديجا بدات تخدم لي، واحد يلعب طال، واحد يلعب دربوكا، واحد يلعب موندولين، واحد يلعب سيتي امبرسيونون. اون باراليل يافي مي كوزان جيرمان ولاد عمومي رضا ولياس، اللي كانوا على ليبوك التحقوا بالموسيليه. دونك اشاك فوا كون سو رونكونتر ولا هما يجبدوا الاله هكذا وانا نخلط معاهم بالايقاع كما يقولوا في دربوكا. ديجا سا كومونسي ا ترافاي، ديجا بدات تخدم لي صدفه. يعني في الحقيقه كنت لحقت مستوى النهائي في الدراسه تاعي، جابي لو باك ذاك العام، نقصت شويه من كره القدم ممارسه، كانت بيان سور سيتي ليبروف دو باك كانت تسنى فيا، مي هذاك الوقت الفارق في دربوكا مع لي كاسيت على ليبوك، لي كاسيت عمر زاهق الوابي الاندلس. كيفاش يعني نسلبت به؟ سيتي لي زيميسيون دو بن دعمش مايا وحسين. جو بريباري اني تابت لو باك تاعي اون سواري، كانت تجوز الى اني تابت وقيل بالجمعه اون سواري. الوغ جاتوندي كيما نقولوا بريق النشف، جو مو بريباري، جو فوزي مي زيكزارسيس اي تو. Mais en parallèle, j'attendais l'émission Maïa ou Hussein Tabn Damash. Ça m'a plu. Il donnait bzaf les informations, il expliquait c'est quoi Nouba, c'est quoi Agda. Il y avait la théorie et la pratique. Oui, bien sûr, c'était une émission. Dommage, elle n'est plus diffusée. C'est là que ça a commencé Douda Tal Andalus. Je commençais à chercher. يا كومبروند سي كوا سات نوبا سي كوا سات. ومن بعد التحقت بالجامعه، اول كما نقولوا انخراط ليا في اطار الجمعوي، كنت التحقت بالعنقويه لمدينه بومرداس، كان انا ذاك عبد القادر ششام اللي كان يقري تما. سي غراس انا مي رشيد بريك هو اللي ما في بروبوزي الهدايا نروحوا ششام في بومرداس، نروحوا قعدنا واحد يونا نيدمي ومن بعد ما ضل الهول هذاك اون سيت اريتي. مي عبد الهادي برك، انا حابه كي دخلت مع الجمعيه العنقويه كان كاين ان انسترومون دو ميوزيك هكا في بالك حاب ديرو، ولا دخلت توجور مع ضابط الايقاع مع لا دخلت اون طونك دربكي اون طونك دربكي نتعلم دربوكا خلاص هذا مثلا. مي اون رياليتي c'est pas ce que je voulais. ما كما نقولوا ما شبعتش هذيك الغريزة الاطلاع هذيك. بون كنا نواسو القصيد نواسو، مي افيك لو طون مع شرشام عاودنا ولينا النوبة، توشيت زيدان وانقلابات وانصرافات. دونك يفالي بواغ دو لا سورس كاريمون. عبد الهادي برك، هنا نفتح قوس، ناس يسمعوا النوبات، يسمعوا التوشية، يسمعوا حبينا برك لو كان ندو
كما نقولوا نبذه صغيره هكا ولا تعريف صغير خفيف برك باش الناس تفهم واش هي النوبه. حنا نسمعوها نوبه زيدان، نوبه رمل المايا، نوبه السيكا، مي الناس ما تعرفش واش هي النوبه. على هذه النوبه مختلفه، حبينا برك يا لو كان نقدروا نمدوا للناس تعريف يا لو كان بسيط لهذوما باش نوصلوها. هي النوبه النوبه يقولوا ماخوذه من كلمه النوبه يعني نوبتي دالتي دالا دالتي ودالا. دونك يافي نوبه النوبه اي مثلا نقولوا نوبه الزيدان وتجي مثلا موراها نوبه الغريب و اي اتور دو رول هكذا. لا كونستيتيسيون تاع النوبه تكوين النوبه مناش هي هي تتكون من عده حركات. حركات موسيقيه موسيقيه اللي هي خمسه اللي هي التوشيه والمصدر والبطيحي والدرج والنصرف والخلاص. في تلمسان يقولوا المخلص. دونك ست حركات. هاد ست حركات كي يكونوا مجمولين تكون نوبه. دونك لونسومبل تاع هاد الحركات هي النوبه. اما كيما نقولوا نوبه الزيدان، نوبه الغريب، نوبه رمل المايا، هذيك بما يقارب يعني في الموسيقى العربيه المقامات. هما عندهم النهوانت والبياتي والرصد وحنا عندنا السيكا، عندنا رمل المايا، عندنا الغريب، عندنا الزيدان، الجاركا، عندنا الحسين، عندنا العراق، عندنا هذو المقامات. عبد الهادي اللي حابه برك نعرف حاجه، حنا نسمعوا بلي الاندلس الفن الاندلسي تاسس في غرناطه في الوقت اللي كانت فيه الحضاره الاسلاميه كبيره فيه. المؤسس نتاعو هو زرياب. يقال انه زرياب هو مؤسس الفن الاندلسي، هو اللي اسس. وعلى حساب واش قالوا لي كاين الناس اللي يمتهنوا الاندلس قالوا لي هذو النوبات يتغناو كانوا يتغناو للسلطان اوقات معينه. كل نوبه كان عندها الوقت نتاعها اللي تتغنى فيه. ما تقدرش تغني كاين نوبه اللي تتغنى في وقت المغرب، كاين وقت اللي تتغنى فيه مع العصر. كيما السيكا كتغنى على 4 تاع العشيه، والغريب مع المغرب، والديل والمايا مع طلوع النهار ويقولوا لي الحركات اللي تتكون منها النوبه كما تقول نتايا يقول لك هي تو ديبون كيفاش يكون ياكل تكون ثقيله. ومن بعد على ذا الاندلسي كي كونطون ما بغيتش نديرو دراسه في الاندلس نلقاو بلي كي يبدا الاندلس يكون ثقيل. واش لا يكون ثقيل الميزان ثقيل ومن بعد كبش في الانصراف وين يولي يخفاف. يقولوا على حساب الموضع تاع السلطان يكون ياكل ومن بعد يتكسل ومن بعد يروح ومن بعد ينوض. ماشي عارف هذو حاجات سمعتهم حكاو هاني شوف اكبر. شوفي فاطمه ما عندناش كلكو شوز كونكريت concernant l'explication تاع الحركات. فهمت واش حبيت تقولي. كانوا يقولوا المصدر يتصدر السلطان في الكرسي تاعو، والطايحي تنبطح العشيره هذيك، ثم الدرج يبداو يدرجوا يعني تخفف الحركه، فالانصراف يعني ينصرف ومن بعد يجي الخلاص سي لا فان. في الحقيقه يا با اون اكسبليكاسيون يعني سا سي مدوا هكذا يعني بالك اجتهاد يعني فقط، ولكن ما عندناش يعني ما كانش نص لي. لا ما كانش عبد الهادي احنا عارفين باللي الفن الاندلس يختلف من منطقه لاخرى. في الغرب نسميوها هي يقولوا الغرناطي، وفي الوسط الصنعه، وكي نروحوا للشرق هو المالوف. يعني اسكو سي لي ميم نوبات؟ واش يختلف من منطقه لمنطقه؟ علاه كل منطقه عندها الطابع تاعها؟ بيان سور هذه حاجه مليحه باسكو باش يكون فيه تنوع ثقافي تنوع، مي اسكو سي لي ميم نوبات ولا يختلفوا من منطقه لمنطقه؟ حابين نعرفوا اذا كاين فيه اختلاف ولا. شوفي هو يعني فضل كبير عندنا احنا الجزائريين. الجزائر هو البلد الوحيد اللي عنده ثلاث مدارس. تونس عندهم المالوف، في المغرب عندهم طرب الآلة والتزيري اللي هما حاليا يقولوا الغرناطي. مصدر في تلمسان نصيبوه بطيحي. ما تختلف الحركه على الحركه فوالا هما يبدلوها. لو تاكسي لو ميم. دونك سون بو دير لو كلاسمون تاعو اللي يختلف، كاين اللي يبداو به وكاين اللي يوخروه. فوالا هذا من جهه. وكاين شي شغلات نلقاو لو ميم مورسو فيه اختلاف مثلا في التلاليات في الاهات. كاين في تلمسان مثلا عندهم في المقصوده فيه تلاليات حنا هنا ما عندناش. مثلا اكزومبل بطيحي في السيكا يا ناس لا
أحلى اسمه يا صاحب الوجه الجميل. احنا في الجزائر العاصمه يتخدم بطيحي، في تلمسان كيف يلقاوها بطيحي، ولكن احنا عندنا تلاليات وما عندهمش بالمام كي نسمعوا سي لا ميم نيونس. نيونس برك تختلف يا لانتربريتاسيون، طريقه الالقاء تختلف. نعم يا قلت لك موقع الحركه، الحركات اللي يختلف يختلف، كاين اللي هما عندهم دراج حنا عندنا طيحيه، كاين اللي هما عندهم صدر حنا عندنا طيحي، كاين اما قسنطينه ف الموشح هو لو مام، ولكن مام مام يعني اللحن لا ميلودي لاغ كما يقولوا في تلمسان، يقولوا الريح النغمه هذيك اون لا روتروف تفيقي باللي مثلا يخدموا المام شغل، لكن طريقه الالقاء تختلف يعني في المالوف عندهم ان انتربريتاسيون توت افي ديفيرونت، مام لا غام تاعهم يغنوا على تبقى عاليه علينا حنايا، هما لو لو هما الري تاعهم سي لو مي تاعنا حنايا في قسنطينه. قسنطينه سا دوموند اون فورس، ما سي دي تكنيك اللي يختلفوا من مدرسه في المالوف اللي ما عندوش القوه، فكيما يقولوا البزبازه ما كانش يدنا، ما يقدرش يدنا اللعب. عبد الحادي، احنا عارفين باللي الفن تاع الغناء الاندلسي هو غناء تاع السلاطين وتاع تاع الملوك، موسيقى البلاط. موسيقى البلاط اكزاكتومون. من بعد هذه موسيقى البلاط خرجت للعامه ونوجدوها سكوبابيل العروبي ولا الحوزي. باي. العروبي والحوزي هو اشتق من الاندلس ولا هو حاجه واحده اخرى؟ هكاك في العامه يقول لك باللي العروبي والحوزي والمحجوز هذه خرج من الاندلس باش يوصل لعامه الناس، لانه هذا النوع تاع الاندلس كان خاص برك بالبلاط بالملك بالسلطه. يعني هذا الكلام صحيح ولا برك يدخل في الميت كما احنا نقولوا تاع الاندلس اللي يتغنى في وقت الملك ولا لا؟ هي في الوقت في العصر العباسي، وقت يعني قمه الحضاره العباسيه اكزاكتومون في وقت هارون الرشيد. هارون الرشيد سيتي لو سومون تاع الحضاره الاسلاميه اليوم نهار في هذيك الفتره هذيك كانوا ظهروا الموصي للاب والابن اسحاق وابراهيم، وكان ظهر زرياب كان تلميذ تاع الموصي، وكانوا يعني عده بن نافع، كانوا واحد اخرين يعني المشهورين هما هذوما، هاد ثلاثه هذوما. حقيقه كانت موسيقى تتلعب، موسيقى البلاط تتلعب للخليفه والحاشيه ديالو، ولكن مع مرور الزمن وعد زاد انتقل زرياب للاندلس كما نقولوا تنفه، في الحقيقه كي تنفه للاندلس مع هو كان جاب لو باجاج من بغداد، جاب الموشحات ومع لو كونتاكت مع ناس الاندلس تاع ذاك الوقت سا كري ان اوتر ستيل سا ديفلوبي، مشات الحاله ما قعدتش الصيغه اللي كانت تلعب في بغداد اي سا ديفلوبي. بدات ديجا زرياب كان غير لحق الاندلس، اول حاجه دارها كان فتح ليكيفالون تاع اسوسياسيون هنايا وين يقري كيما نقولوا عنده تلاميذ، كثر تلميذات كانت الجواري هما اللي كانوا في اللي كانوا مختصين في هذا وي سيتي بلوس الجواري في هذا الدومين. ومن بعد جاء ابن باجا هو اللي لونسا هاد اللي رانا فيهم اليوم اللي هما المشحت والازجال، لانه الزجل هي اللغه اللي كانت تهضر بها في وقت الاندلس في ذاك الوقت، سيتي لو بارلي تاعهم هو نفسه اللي راكم المشحت اللي هذا هو اللي نخدموا له النبات نفس الكلمات نفس وي ما تغيروش لا هذوك هو شوشتوري وبن قزمان هما يقولوا بلي كاين 24 نوبه، شحال قعد في الـ في الـ في الـ في الارث نتاعنا؟ يقال 24 نوبة، وكل نوبة كما قلت قبيلات في ساعة. شوفي كاين واحد الأستاذة ألمانية راح لي اسمها كذبت هاد سي دو لا ميتافيزيك، يقال ماهيش اون با كيلك شوز دو غيا دو كونكري، ما عندناش حاجة اللي ديزيكري ولا ما عندناش كي بروف بلي صح كل نوبة كتلعب فيه، يقال يعني احيانا كي نشوفو نصيبو نفس سي اون بو دير البيت الشعري اللي نلقاه باغ اكزومبل على سبيل المثال في نوبة السيكا نلقاه في نوبة واحدة أخرى. ايه هو شغل واحد ينجم يتخدم في عدة طبوع. سرق الغصن قدام محبوبي، نوجدوه في المزموم، نوجدوه في الحسين، نوجدوه في الغريب، سي لو ميم مورسو.
مي لا ديفيرون لانتربريتاسيون تتبدل من طبع لطبع. هذه هي. نعاودو نرجعو للسؤال ديالك. دونك بعد سقوط غرناطة في لو 2 جانفي 1492 اخر قلعه الاندلسية سقطت، كي حبطوا المسلمين مع الجاليه اليهوديه انتشروا عبر البحر الابيض المتوسط شمال افريقيا، فوالا شي راح للتلمسان، شي راح للبجايه، شي راح للجزائر، شي راح للقسنطينه، شي راح لتونس، شي راح لليبيا. لاغيبي تاع هاد الناس هذوما مع الاهالي اللي كانوا هنايا سا كري انكور ان اوتر ستيل، زاد نوع في وي باسكو السكان اللي كانوا هنا في الجزائر كانت عندهم ثقافه تاعهم، كان عندهم لوغ كولتور، مع لا كولتور اللي جابوها معهم الاندلسيين سا كري اللي رانا نخدموا هاد اللي ينتسب الى الاندل الموسيقى الاندلسيه واللي حاليا هي الموسيقى كلاسيكيه جزائريه. دونك سا كري هاد لو ستيل. وكما قلت لك بعد الانتشار تاعهم كل واحد في تلمسان، واحد في قسنطينه، دونك مع لو كونتاكت تاع اللهجه هذيك وكذا، دونك سا 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 تريونيون توت افي ديفيرونت. كل واحد مد سون بو دير سون بروبر كاشي، كل واحد طبعا المنبع هو سرق الغوص من قدام حبوبين، نخدموا في قسنطينه ونخدموا في الجزائر ونخدموا في تلمسان. كل واحد دونك كي سمعت هذا ناس تلمسان هذا انتربريتاسيون مالوف قسنطينه ولا عنابه ولا ميلا ولا ناس دو بيي. نعاودو نوليو برك عبد الهادي باسكو ما جاوبناش على تاع العروبي والحبس. فوالا فوالا فوالا. هل صحيح ما يقال انه هو الاندلس بعد ما كان الفن الاندلسي بلوتو بعد ما كان الموسيقى تاع البلاط غناء نزل للشارع، نزل للشارع وخضع هذه التسميه الحوزي والعروبي. الحوزي يقولوا لي في منطقه تلمسان باغبوغ الحوازه ولا، والعروبي هنايا يعني جو سي با الصحه تاع هذا تاع هذا. شوفي هي هي الحوازه والعروبيات والمحاجز في قسنطينه المحجوز هما من الانماط المجاوره للنوبه الاندلسيه، هي تاخذ هي تتلعب على مقامات اندلسيه، تخضع نوعا ما لقوانين النوبه في انقلابات ايتو، ولكن الكلام ولا الشعر المغنى كونتمبوران جديد يعني هنا وهنا ماشي قديم. كاين الاستاذ ربي يرحمه احمد صفطه كان طرق لهذه النقطه هذه، هو انا جو تخوف كي لا ريزون، هو كان قال باللي هذه الحوازه العربيات او كونترير هو سيمبول دون نقص في المستوى، بعد ما لحقت النوبه المستوى العالي تاعها خرجوا هذه الانماط المجاوره كي نقال با النوبه يا دو بوتاكس يا دو 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 بيل ميلودي بصح ما يعبروش الاله الاله واحده. كيفاش نقارنوهم مع هو بور مي سيت اون شغل ديغراداسيون 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 جو تروف كي لا ريزون. مي كاين 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 فرقه واحده اخرى تقول لك لا بعد ما خرجت الموسيقى البلاط من البلاط ترمات للشعب والشعب احتضنها الشعب اكزاكتومون. دونك سا كري ان اوتر ستيل بلو ليجي خفيف اكسيسيبل تو اكزاكتومون، على خاطرش الاندلس كي تسمع كيتيك شويه ثقيل يعني لازم فريمون نكونوا دون ان ايتا دام مريحين باش تقدر تسمع. الاندلس شوف باغ كونتخ الحوزي ولا يعني سي بلو سوب سي بلو سي بلو سوب خفيف يدخل لي خفيف على الاله، ولكن الاله يعني لو كان يسيفي غير يعني ليكسبليكاسيون هكذا وتحضري ان كور ولا مع لي زيلاف تشوفي باللي سي اوت شوز كامل صح تبان ثقيله وكما يسموها يقولك تاع لي فيا موسيقى تاع لي فيا دونك سي 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 با لو كا. سي دانيي طون سي دانيي طون انا نشوف الناس انا شخصيا كي نروح نحضر حفل تاع هكا يعني لا سال اي بي ميم لاسيستون شكون سي دي جون سي دي جون فريمون لي ناس دواقين لي ناس با نامبورت انا سورتو الاونه الاخيره هذيا ما كانش ان كونسير دو ميزيك اندالوز والصاله تكون فراغ مستحيل لازم تجي شويه بكري تبكري سينو ما تدخلش ما تصحش سينو ما تلقاش ما تلقاش. عبد الهادي نعاودو نوليو شويه عليك انت الاله اللي تعزفها هي الاله التي تخاطب الروح كمان كاين بزاف يقول لك يا حنينه يعني احكينا على
سي ان بو دير لو كو دو كور كيفاش راح انت قلت لنا مقبله كنت تحب الدربوكه بديت مع الدربوكه بديت كيفاش من بعد هذا كومبليتمون شوفي انا كي التحقت بجمعيه الفنون الجميله انا ذاك كان الاستاذ تاعنا واللي هو شيخي واستاذي عبد المجيد بومعزابان كان هو اللي كان حكم الجوق دخلت دربك دخلت دربك نتعلم الاله و ابري اون اني عام من بعد صار لنا واحد المشكل في القسم كانوا راحوا كامل للزلاب قعدنا غير فيه اربعه ولا خمسه هذا واش قعدنا الباقي كل راحوا بدلوا اسوسياسيون ايتو كان اتصل بي ابو معزه قال لي شوف لهذه قال لي نقترح عليك حاجه ماذا بيا كان تشد القسم وانا خديتها بضحكه مع الاول بليت مسخر بيا قلت له شوف كانت مسخره قلت له عطيني عطيني لي زونسيان قال لي نو قال لي لا سول بيرسون اللي انا شفتها ولا ما كيتها اللي هو كونتاكت دو تو الموند وعندك عندها علاقات جيده هكذا مع تلميذ قال لي انت يا قال لي وقال لي ما على باش قال لي انا حاس عندك حاجه تقدر لا بون شوا سا جو كونفيرم انه كي نشوف داك التيك دو ريزولتا تاع لاسوسياسيون لي بوزار دونك مع الاول ما قبلتش هو كيما نقولوا غلبني بكلمه قال لي شوف لهذه قال لي تشدها وتقعد الجمعيه يا تلقاها ونروحوا كامل صام بليسي باسكو بوندون مين اللي حنا هكذاك نخدموا وسينا دي ليان فاميليو هكذا مع لي زيلاب اخر رجعنا مدخسين قلت والله غير جو طونتو خلاص ونجرب يافي واحد ان كونسير هكذا على واحد شهرين تاع ذاك الوقت الحمد لله صادوني دي ريزولتا من تم دوبي 2000 اليوم عليك الجمعيه تحت القياده تاعي مي او ديبار كنت نقود الجوق بالدربوكا كنت نقودها بالدربوكا بون كان يعني الدربوكا ما ضابط ايقاع هي صعب ماشي لانه هي ضابط الايقاع لو كان انت تغلط في هذيك كاع لو جروب يروح يعني هي حنا الناس يقول الدربوكا حاجه سهله مي نو شوفي الدربوكا في الجوق الاندلسي ولا في اي جوق في اي جوق سي العمود الفقري اللغه العربيه هي ضابط الايقاع لانه ضابط الايقاع هي تضبط الايقاع تاع كاع شوفي في النوبه مثلا نقولوا مصدر ضرب كي لو كان ما يكونش حافظ شغل كيما هو كيما الاخرين لو كان ما يرفدش يرفد كيما نقولوا يبدل الايقاع في الوقت المناسب كلشي يروح كلشي يرتكز عليه هو دونك مسؤوليه كبيره بزاف على الدرب كي ماشي حاجه سهله اكزاكتومون سي تري ديفيسيل فوق الدرب كي يكون حافظ مليح الشغل سي صا الغلطه اللي داروها الدرب كي تاع الجمعيات يقول لك انا ما غني ما والو مش الايقاع هذا ما كان دونك سي فو لو كان هو لو كان في وسط الوصله هكذا يزيتي يدخلوا الشك نرفض ما نرفضش واقيلا راح نجاوبوا ما نجاوبوش وكل يريبو دونك يفوك مام هو يكون متمكن يكون حافظ شغل يكون متمكن حافظه مليح باش يقدر يديريجيهم سينو ما ينجمش دونك ديبي سيتي بدربوكا ومن بعد بومعزا قال لي هذه صافي با كونتيني كوم سا قال لي فوك تدنا الاله اي سيتي با ديفيسيل لانه واحد يكون انا كبر ومنا تعاود تتعلم كيفاش اون باراليل ديجا كنت نلعب الاله كنت نلعب شويه ما كنت شويه بولي فالونسي اون بوزي اي باسكو ندخلوا حكايه جافي اشتي اون جيتار ما بريمير جيتار شريتها في لبزو في لونيفرسيتي جافي اون اكسبوزيسيون ذاك العام وجابوا دي جيتار شريت ما نعرفش نلعب نوطه باش نديرها بس رشيد بريك اللي كان سبتي باش دخلت في الفن هذايا جا قعدها لي قعد هذا ورا لي لي نوت قال دوك عم بحكي طير راني ثابت اون انيكدوت نهار جبتها لدار بابا قال لي واش ندير بها هذا قلت له نخدم نتعلم قال لي ما انت تعرف يا اختو سهل نتعلم بالعقل تسرحت مي عقلي كان في دربوكا يقول لك فولوار سي بوفوار سي بوفوار سي افوار توت اي كيسيون دو فولونتي يقول لك الازمات اللي دول هما ها يقول لك الازمات اللي دول هما لو كان نغلق روبيني تاع الماء تحي تحوسي على الماء صح دونك تسعاي تروحي انا هذاك واش صرا لي سورتو كي نحبوا الحاجه كي نحبوا الحاجه نولي سبحان الله عندنا واحد الاراده من حاجه ما توقفنا اون فوا نحبوا الحاجه دونك بدربوكا هكذا قال لي بو بعدا قال لي الهادي قال لي سبوا كونتينيو قال لي دبر راسك دونك يفالي ميتر ان شوا انا هذا وقت بالجيتار بون كنت نعلم لي كور بالجيتار هذا الدنيا وحده من لي زيلاف انا ديالي ذاك الوقت كان شات ان فيولون
شاتان فيولون بصح ما فيهش وين يجي لو كور ديالك الخيط اللي يحكم ما فيهش. قلت له جيبيه من هنا نبلاصي لك في الدار. وانديته للدار خدمته حطيته. يعني تعبت كنت نكتب انا نكتب خسرت هكذا قلت ماشي عيب فيولون قدامي وانا قاعد نشوف فيه. درنا جيمي 4 جوغ 4 جوغ اون سيمان ابخي بديت نخدم به. C'était là le coup de foudre. Ah, c'est bon. C'est l'instrument que je veux. Je veux jouer. C'est bon, donc tu peux changer un autre instrument, tu peux aller à un autre. Bon, on va jouer, on va jouer, on va jouer. Non, mais qui est-ce que tu as fait que les Beaux-Arts de Founoum Jamila ont plusieurs instruments. Oui. Yani, عبد الهادي شاك فوا نشوفوك بالفيولون يعني حتقعد ديما بالفيولون ولا حتقدر تبدل تروح للعود تروح لل جو سي با بالك بون من دوماتيت سي الفيولون ولكن بالك يوغا دي سيكونستانس وين تحتم عليا نبدل الاله بالك نكونوا مخصوص عوادين بان نشد عود نكونوا ما عنديش مندولين بان نشد مندولين كني اذا خيرت يعني يقولوا لك لازم عبد الهادي تو دوا شوازير الانسترومون اللي تلعب به مؤخرا ان 2010 رحنا وسينا حفله في فرنسا في الانستيتيو دو موند اغاب اي بان درب كيتعي ما عطاوش فيزا اي بان شديت دربوكا الحفل كومبلي انا شديت دربوكا تات ان بو بيزار باسكو صافي لونتون صافي لونتون ما شديتش ايقاع هكذا مع الجوق حتى اللي وقيت لي وقيت لا درنا ريبيتيسيون باش شديتها تالمون نسيت روحي جو مو سو كونسونتري مع لا بريباراسيون تاع الحفل يعني اون جينيرال باسكو خدمنا نوبه وخدمنا الحوزي وخدمنا المديح يافي ما في ان كونسيرت دو 2 اور دونك يفالي اسيوري كلش بالقلبات بلا هذوك كلش مضبوط حتى نسيت روحي سيتي حتى لا ريبيتيسيون باش شدي دربوكا ومن بعد كيروحنا لفرنسا كنا واسلين دي ميزو بوان باش دوكا تي واش مدت لك الموسيقى واش مدت واش غيرت في حياه عبد الهادي وعبد الهادي واش مد لها اون كونتر بارتي يعني سي تو كيسيون ان بو فيلوزوفيك مي با انا وي مي جينيرالمون حاجه تقدر تغير لنا حياتنا يعني الموسيقى انت كيلكو بار غيرت لك حياتك ما كنتش انت واش مديت لها اون كونتر بارتي لانه الانسان يدي وياخذ هذه هي الطبع تاع الانسان واش مديت لها جيساي دو j'essaie de la sauvegarder à ma manière انايا يعني انا نحترم هذه الموسيقى هذه ونعطيها قيمتها ونعلمها للتلاميذ j'essaie de la sauvegarder j'essaie نحببها للناس هذوما باسكو عباك لا ريسبونسابيلتي تاع هاد الفن هذايا يرجع المعلم شاف دوركاست يحبب هالتلميذ يهربونها كاريمون سا سي اون ريسبونسابيلتي اللي للاسف ماشي كل فاهمينها وماشي كل مستوعبينها لانه الفن هذايا ماهوش بزنس وماهوش كوميرس دوك شنو نقول لك دوك الا تخدمي الفن جو بونس تنجحي ولا تخدمي الفن الكوميرس il devient plus fun il devient un fun من بعد سا ديفيان مونوتوني سا ديفيان دو بيزنس سا ديفيان هنا نخرجوا على تراجيكتوار كامل تاع هذا الفن هذايا لانه الفن هذا نقي بروبر سورتو لا ميوزيك اندالوز الي تاكسي اون ميوزيك دو فامي في الوقت تلقاي الخو الخت تلقاي الزوج والزوجات تلقاي الولد العموم تلقاي النسبات تلقاي سا جينيرالمون سي اون فامي كو سا سباس عبد الهادي سؤال اخر اللي حابه نساله لك شكون هو بو عبد الهادي ليدول ولا الرمز تاع الاغنيه الطابع الاندلسي في الجزائر يعني ممكن يكون من اللي توفاهم الله بالك ولا يقدروا يكونوا هنا ماذا بينا تعطينا اسمين يعني واحد من اللي توفاهم اللي حافظوا على الاندلس ونقلوه لنا وحاليا شكون اللي راهو يمثل يعني كي نشوفوه هكا نقولوا هذا راهو يغني الطابع الاندلسي بالاصول نتاعو شوف فاطمه كان يقول لي واش تخير من مصوبعتين صباحك يدك ما نجيبش نخير نقول لك كل واحد وسره
كنقول لك يعجبني دحمان الله يرحمه اللي نقصت من قيمة صادق الجاوي. قول لك صادق الجاوي راني نقصت من قيمة عبد الكريم دالي. قول لك عبد الكريم دالي راني خطيت في حق فريد وجدي. قول لك فريد وجدي راني خطيت في حق فضيلة الزيرية. قول فضيلة الزيرية راني خطيت في حق فضيلة الزيرية غنات سورتو حمزي غنات أندلس النوبات غنات النوبات غنات الآلة نحن عندنا فضيلة رحمه لي بلوس سبيسياليزي في الحوازه وفوالا مي غنات الآلة غنات حبي حبي رمل مايا غنات شغالات في كيما سلوى غنات الآلة نوبة المزموم غنتها نوضوا على الآلة. عبد الهادي يعطيك الصحة على غراسا بو يعني رانا قد يعني وصلنا يا لوكان شويه برك من الاندلس الناس وان شاء الله يزيدوا يحبوا الناس الفن اللي ما كانوش يقول لك غنات قيلنا ان شاء الله ان شاء الله اترافير نو اترافير هذه القعده هذه كنا وصلنا لهم شويه هذيك كما حنا نقولوا ديك الدوده باش يروح يحوسوا يبعث ان شاء الله يا ربي. دونك عبد الهادي ننتقلوا للفقره نتاعنا ان شاء الله بيان سور بعد الفصل الاعلاني ونروحوا لفقره لو ونزيدوا نعرفوا حاجات على عبد الهادي بوكورا. عبد الهادي رانا وصلنا للفقره نتاعنا لو هي فقره نغوصوا بها في عالم الاحلام ونقدموا لك افتراضات ونشوفوا عبد الهادي واش راح يكون الجواب نتاعو في هذا لو موند فيرتوال تاع الاحلام. اي سي بور سا خيرنا هذا القصر اللي هو يعود للحقبه اللي تحبها نتايا وان كان فيه الفن الاندلسي هو الغالب وان كان باش نعرفوا شويه باش نحطوك دون لو كادر هكا باش ما تكونش باش تجاوبنا ب عبد الهادي. الافتراض تاعي الثاني اللي راح نقوله لك عبد الهادي راك تمشي ولقيت عصا ان باتون ماجيك الباتون ماجيك يعطيك لا بوسيبيليتي تعاود تولي بها للماضي وتصحح حاجه عندك حاجه فريده اللي تقدر تصححها واش راح يكون الاختيار تاع عبد الهادي واش راح الشيء اللي راح تمحيه من حياتك اللي صرا لك في لو باسي وراك حاب تمحيه مي تمام نبدا بيتزا نعاود نولي الموسيقى الاندلسيه أو شنو الموسيقى الأندلسية وتحرمنا من عبد الهادي بوكورا الألحان كلها ما نوليش heureusement que ça n'existe pas heureusement que ça n'existe pas parce que sinon لو كان عبد الهادي راح نقترح لك الافتراض الثالث ونقول لك عبد الهادي لو كان عندك لا بوسيبيليتي تعاود تعيش في عصر غير هذا العصر واش من العصر اللي راح يختاره عبد الهادي باش يعيش فيه ويكون فيه يعني خلاص نساو بلي عبد الهادي هو من نعاود نرجع للور عاود تولي للور ياسر واش من العصر اللي عبد الهادي راح يختاره؟ راح ندور مع زرياب زرياب في عصر العباس عصر العباس يعني هنايا اون كومبخوند لي بو بريفيري تغني مع زرياب في هذاك الوقت ولا تغني يعني هذا كان سيتي لو سومون تاع كلش هذاك الوقت سيتي ليكوبي تاع قمه الحضاره في كلش في جميع في كلش في الطب العلوم كل علم الفضاء في العلم الفلك ماما انا راني حابه نعيش في هذاك الوقت يلا الله من بعد واش بزاف على الفواياج ومنا لو كان يجيو هكا يجيك كان كادو وين انا لي بروش ليك ولا جو سي با يبعثوا لك يمدوا لك ديستيناسيون لا لون تروح للقمر تمشي فيه شويه تشوفنا شويه من فوق وتقول هاك الجزائر هاك وين نسكن هاك وين تسكن فاطمه الزهراء هاك وين نسكن شكون انا وقول لي كيفاش راح تروح ما تروحش كيفاش راح يكون يا كل هاك كثر خير والله يسلم هذا اللي حيبعثني الله بيان سور يحبك يبعثك للقمر شعراء يتغناو بالقمر والاندلس وال هو قبل كثر خير والله راحوا لها قبل ما معليش هو بعثني جهه اخرى داني القبر انا نشوف الارض نحوس الارض واش كاين بعد كاين فيها مع الله نشوف القمر واش داني انا خاف شويه يا اوكي عبد الهادي راح نطرح عليك سؤال ونقول لك عبد الهادي لو كان جيت في العصر تاع بلوتو الجيل تاع الثوره يعني هذاك الوقت من دلعت الثوره التحريريه عبد الهادي كيفاش يشوف روحه كفدائي مثبت نفسه في سبيل القضيه الجزائريه ولا يشوف روحه كفنان ما نبعدوش على الميدان تاعك فنان اللي تخدم به القضيه الجزائريه
ولا تكون تغني يعني الغناء اللي نخدموا به شفناهم كانوا كاينين في المنان اللي كانوا يغنيوا على جال القضيه نتاعنا، ولا حتكون يعني نروح نخدم معلم. شوف فاطمه الزهراء، انا من طبعي نضحي بوقتي، نضحي بصحتي، نضحي من اجل الناس. جو بونس جو كونفيرم سا يعني فدائي، عايش جو بونس فدائي. ما كانش كيما الشهاده كاع نتمناو كيما نقولوا الا ان شاء الله ربي يرضى علينا برك هذا. امين ان شاء الله، امين ان شاء الله يا ربي. نروح للاقتراح الاخير نتاعنا اللي راح نقول لك فيه. عبد الهادي انت نعرفوك تغني، الناس معروفه وسط الفني، غني الاندلس ولا حد، لكن اذا ما كانش عبد الهادي هذا الفنان واش راح يكون؟ نمد لك اقتراحات، الاقتراحات تعتمد الشخصيات وشنو الستيل اللي تقدر تغنيه. نروحوا تقدر تكون فرانك سيناترا، محمد عبد الوهاب، ولا تكون لازم نخير لك واحد اللي ما يكونش هكا فيك بعيد. رابح درياسة تغني الفن اللي غنوا رابح درياسة بدون شك. رابح درياسة احيا ولاد بلادي. ايوا واش داني انا الفرانك سيناترا هذاك تاع مالي عنده ناس. وبحمد عبد الوهاب على كل حال هو هارب في الموسيقى العربيه لكن ثقافتنا هذا اصلنا ما نجموش ننكره. رابح درياسة تمسك بال لا اصلنا هذا اصلنا ما عندنا وين نروحوا منه. ما قالك لك سير برزق الناس علي انا اصلنا هذا يعني. الاصل هو الصح هو الصح سي لو بوان دو ريبير. الحمد لله. مشاهدينا رانا شفنا عبد الهادي في فقرة لو، وعرفنا باللي يخاف ما يحبش يروح لليون باش يشوفها. عموما ما نروحلهاش. الوغ ان شاء الله نكونوا عرفنا حاجات كثار على عبد الهادي. نتوقفوا مع فاصل ونعاودوا نوليو لكم الفقرة أسئلة وأجوبة. حبابنا في كل مكان، أنا وصلنا الفقرة نتاعنا اللي هي سؤال جواب. حنطرحوا أسئلة حتكون بسيطة مي حتكون كيما نقولوا حلوة باش نعرفوا بها الضيف نتاعنا اليوم أكثر ونقربوه لكم ليكم. هاك وجد عبد الهادي. ألوغ عبد الهادي لا بخومييغ كيسيون، واش هي لا كولور بريفيري تاع عبد الهادي؟ الغرنا اسم بيكولا. عبد الهادي قهوة ولا أتاي؟ أتاي. لو بلا بريفيري تاع عبد الهادي؟ شرب عدس. شرب عدس بيض ولا أحمر؟ لا الأحمر. أحمر. واش هي لا ديستيناسيون بريفيري نتاعك كي تكون ماشي مليح تكون عيان منا؟ واش المكان اللي تحب تروح ليه تريح فيه؟ البحر. انا جميع الفنانين شاك فوا تسقسي واش هي لا ديستيناسيون يقول لك البحر. Je sais pas. Déjà le fait de voir avec le moujat, le fait de sentir avec l'air marin, il y a l'horizon qui est loin, on s'évade. Voilà, c'est pour ça, on s'évade. Naharbo. Je suis le meilleur ami d'Abd Nadi. Mon meilleur ami, il est parti à la Koulia. Arbi Rahmoumet. C'était Salim. C'était mon confident, mon complice, mon. Il est parti très très jeune. Rabbi yahmou, Rabbi yahmou, inshallah, il est dans le jannah, inshallah ya Rabbi, inshallah ya Rabbi. Abd el Hadi, واش تحب تلبس كلاسيك ولا جين باسكيت؟ شنو الستيل اللي عبد الهادي يكون فيه مرتاح اكثر؟ Je m'adapte aux situations. لكل مقام مقال. ما تو ديبون الوضع اللي تكون عليه. Non, j'ai pas de problème bien classique ولا هكذاك يعني décontracté ولا شنو faut choisir les situations. يعني تو ديبون. Oui. ما نجيبش نروح ما نجيبش نطلع سورسان ولا بلجين ولا كل حاجه في بلاصتها. قل لي وشنو هي المدينه اللي تحبها بزاف اللي قريبه عليك لقلبك اللي هذيك هي المدينه تاع الروح تاع عبد الهادي؟ هنا في الجزائر. وي قلمه. قلمه؟ وي علاه سبيسيالمون؟ جادور قلمه، جادور قلمه، وان شاء الله رب العالمين يكتب لنا نسكن في قلمه ونقعد تما. قلمه هما سي بيان لو كليما اي بيان باسكو سي بلاتو. C'est une ville très très coquette, très propre, on a beaucoup d'araf. Pour moi, Guelma, c'est la deuxième ville pour Alger. Bon, Alger parce que j'ai grandi dedans, j'ai grandi dedans, j'ai vécu dedans. Mais alors, quand ils ont choisi, on est allé à Guelma. Inch'Allah, Inch'Allah, qu'il y ait un de vous. Je suis content, je suis content. Tu aimes les bains? Tu aimes le préféré d'Abd el Hadi? La saison que tu aimes d'Abd el Hadi? Rabia. زيت في الربيع ولا؟ نو نو زيت في الخريف سبتمبر. سبتمبر تحب الربيع؟ وي جادور الربيع باسكو توت اي غي. توت
تي جي تو تي لي كولور سي ليجي الصيف السخانه تيفسي تموتي الشتاء البرد يقرف الخريف الخريف المونغواس بيتو ان شاء الله ديما حياتك تكون ربيعه ان شاء الله عبد الهادي. عبد الهادي سؤال اللي حابه نساله لك فنيان شويه ولا يعني كما يلي عبد الهادي اسكو سي كان دي فوا تقول اش في فينيون جو بي با فير سا ولا شاطر تاع دوك شاطر مي يحبس يبوش طول طون اي سارت با كيفاش عبد الهادي لازم تقولي صح بيان وي بيان سور بيان سور نقول لك نتمنى لو كان كون فنيان تمنيت ما انا عدوي الرقاد انا جيم با دو تو دوغ شحال ترقد من ساعه في النهار او دو زوغ يفوني ها دو زوغ اه وي دو زوغ اه يكفيوني نورمال جيم با دوغ سي كوم سا واش تقعد دير؟ نقول لك دوك نقول لك واحد الحاجة دون ما تيت يا توجور كيلك شوز افيغ جو سي با بوركوا عندي هاد جي توجور توجور لا تيت كي باش شوفي تحبي تضحكي عليا انا كي نرقد تجيب لي 40 نضيع في وقتي جو شو ان تران دو باسي ا كوتي دو كيلك شوز جو سي با كومون اكسبليكي سا سي كوم سا شكون هو الشونتور بريفيري تاع عبد الهادي؟ في الاندلس وي نون با في الاندلس با فورسيمون يعني شونتور اللي تسمعوا تكون في السياره نتاعك تسمعوا شكون هو؟ الوغ شوفي دونك نقول لك في الاله نحب خزناتي وفي في الشعبي جادور كريم كريم تلجا هذو هما اللي تسمعهم وي طول طون معايا في الطوموبيل عبد الهادي عنده ذيك الوقت تاع الطفوله نتاعك واللي حنختم به فقره سؤال الجواب وشنو هو الديسان انيمي اللي كان يحبه بزاف عبد الهادي كان يشوفه كي كان صغير؟ جريندايزر تاع وقتنا جريندايزر وي بي افي هايدي كانت هايدي هايدي عبد الهادي يعطيك الصحة اللي لبيت اليوم الدعوة نتاعنا يعني شخصيا أنا كنت بزاف فرحانة اللي جيت معنا يعني وشرفتنا بالحضور تاعك إن شاء الله كنا وصلنا يعني لو كان شيء قليل على بالي باللي 42 دقيقة ما تكفيش باش نعرف بالفن الأندلسي باش نعرف واحد من أنا بوغ موا تاع عملاق من عمالقة الحاليين تاع الفن الأندلسي يعني فنان بكل ما تحمله الكلمة المعنى أخلاق خلق يعني كلش ربي يحفظك لنا وربي يخليك إن شاء الله للفن نتاعك الناس اللي يحبوا الفن نتاعك كل الجزائر سورتو انت كاع نتمنى لك التوفيق وطول العمر الحصه هذه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله حبابنا في كل مكان نتمنى ان شاء الله كنا ضياف خفاف عليكم تابعونا المره الجايه ونقول لكم بقوا على خير.